تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بإرمادايس من معالجة قضية تهريب الحيازة التخزين قصد البيع للألعاب النارية بطريقة غير شرعية. حيازة أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي. متابعة للتحريات التي باشرتها ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت العملية إلى توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر. هذه العملية أفضت إلى حجز 21381 وحدة من المفرقعات النارية مبلغ مالي قدره 3,300,000 جزائري، مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 110 أورو، 4 أسلحة بيضاء محظورة. بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.